رشدي أباظة في آخر أيامه طلب من صاحبه أحمد رمزي يجيب له عامل إكسسوارات اسمه دونجل، كان شغال معاه زمان، ولما دونجل راح له المستشفى قعد معاه لوحده، ووصاه رشدي بإنه لما يموت يدفنه في المقابر اللي اشتراها في نزلة السمان، ويحط في القبر بتاعه حنة وأعواد ريحان. ولما مات رشدي أباظة بعدها دونجل كلم أخوه عشان يجيب له الحنة وأعواد الريحان على نزلة السمان، وراح راكب عربية الإسعاف اللي فيها رشدي أباظة، وهم في الطريق قابلتهم زحمة شديدة جدا، فنزل دونجل يشوف فيه ايه، فلقى عربية طوب ورمل خابطة في موتوسيكل والناس ملمومة حواليها، وتفاجئ ان اللي راكب الموتوسيكل ده يبقى أخوه ممدد على الأرض وميت، والحنة وأعواد الريحان مرميين جنبه على الأرض. دونجل مسح دموعه ومسك نفسه بالعافية، وخد الحنة وأعواد الريحان من جنب أخوه المتوفي، وركب عربية الإسعاف مع رشدي، وصمم إنه ينفذ وصيته، وبعد ما دفنه رجع تاني لأخوه.